الحرب اللي فتحت بإرادة لبنانية وابتداء من اللبنانيين ب 28، والتي جعلت الإسرائيلي يقف عند حده ولا يذهب إلى هذه الحرب، وأفقدته عنصر المباغتة وعنصر المفاجأة. وخلينا اليوم عم يحكوا عن 100,000 بالحد الأدنى، 100,000 مستوطن نزحوا من شمال لبنان. بيعرفوا الإسرائيليين جيدا ما معنى استهداف قاعدة ميرون، بيعرفوا جيدا ما معنى كل هذه الاستهدافات الدقيقة والمحسوبة والتي يحسبها حزب الله بالمليمتر، وأيضا توصل الرسائل المناسبة في المكان المناسب. صح، بالنسبة لنا كحركات مقاومة، في الأشخاص لهم حيز اعتباري، القائد او المجاهد اللي صاروا فتره او مده في هذا العمل، في هذه بالاخر هذه بطبيعه اذا بدك الايديولوجيا والتفكير والثقافه، صح بيترك اثر معنوي. ولكن مثلا امس اغتيل قائد الاستخبارات بالحرس الثوري، اغتيل وعين مكانه او عين مكانه. فالمساله اللي بدي اقوله، هذه الاغتيالات نعم لها اثر معنوي، ولا نعم مؤلمه ونعم قاسيه، ولكن هل الجبهه، هل حزب الله لا يرد او لا يقوم بالرد؟ نعم يقوم بالرد بما يؤذي الإسرائيلي. إذا كان المقاومة تؤذى من هذه اليد بالاغتيالات، حزب الله يعلم ما الذي يؤذي الإسرائيلي ومن أين يستطيع أن يعني يرد له الصاع صاعين، وهذا يحدث بشكل يومي. اليوم عم بيقولوا الإسرائيليين، اليوم طلع أنه في قادة إسرائيليين ضباط كبار اقترحوا وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان ليومين، 48 ساعة، وبخلال هذه 48 ساعة إذا حزب الله بادر وأطلق النار نرجع نعمل ضربة قاسية أو ضربة كبيرة لجنوب لبنان. طب هذا على شو بدل؟ هذا لما صارت الجبهة الشمالية داخل الكيان الصهيوني بالإعلام الصهيوني هي الأكثر تركيزا والأكثر اهتماما، لأنه هناك حقيقة يراها الإسرائيليون جيدا، الإسرائيليون المعنيون بهذه المسألة. شو بدي باللبنانيين؟ الإسرائيليون يعلمون جيدا حجم الضرر الذي تقوم به أو تلحقه المقاومة اللبنانية بالعدو الإسرائيلي، ولولا ذلك ما كانوا طلبوا دعم أمريكا. ما الذي يمنع الحرب اليوم غير هذه القدرة؟ ما هن لو عندهم القدرة على هزيمة المقاومة في لبنان كانوا بحاجة إلى دعم أمريكي وإلى ضوء أخضر أمريكي وإلى مساندة أمريكية. ما كشفه حزب الله، وهكلام مش كلام، يعني مش عم بكسر مش أسرار، هذا بصحفهم، هن تفاجأوا بحجم البنية التحتية التي يمتلكها حزب الله على الشريط، عم بيحكوا على بمحاذاتهم تحت منخارهم، يعني هن عم بيقولوا هيك، وهذا شكوك تكون تحتهم كمان، وهن عم بيقولوا هذا لا يساوي 5 أو 10% مما يمتلكه الحزب، وهن عم بيقولوا عم بيحاولوا يستفزوا الحزب أكثر ليكشف شيء من قدراته، ولكن حزب الله يدير هذه المعركة بحكمة وبعقلانية وبدراسة متأنية، ويعرف ماذا يريد ومتى يطلق ومتى لا يطلق وكيف يصيب وكيف لا يصيب. معتمد على الأمريكي حزب الله، وتحديدا أنه الموقف الأمريكي بسحب حاملات الطائرات والبوارج من البحر، هيدا أعطى إشارة أنه أمريكا أكيد لا تريد الحرب قولا وفعلا، لأن احنا كنا عم نقول بالأول أنه أمريكا عم بتقول ما بدها الحرب، ولكن بالمضمون البوارج هي لمساندة إسرائيل في هذه الحرب بوجه حزب الله تحديدا. اليوم من بعد ما تصرفت أمريكا بهيدا التصرف، ومن بعد ما إجا هوكشتاين على لبنان، البعض يقول أنه هناك وحدة حال صار ما بين هوكشتاين وما بين حزب الله، هل يعتمد حزب الله على الكلمة الأمريكية بأنه إسرائيل لن تدخل في حرب في جنوب لبنان؟ خلينا نذكر باليوم، تاني يوم سحبت الأيزنهاور، تاني يوم اغتيل الشهيد العروري، صحيح، لأن بلشوا بالمرحلة الثالثة، لأنه عملوا ما تريده أمريكا. يعني هذه الحرب الأمنية والاغتيالات والعمليات الجراحية الدقيقة مثل ما سموها هي مطلب الأمريكيين بعد فشل الجيش الإسرائيلي بتحقيق إنجاز عسكري ميداني فعلي على الأرض. هذا واحد. اثنين، لما يقول حزب الله والرئيس بري والفريق المقاومة في لبنان نحن لا نريد هذه الحرب، ولا نريد هذه الحرب المفتوحة، ولا نريد أن نعطي نتنياهو حربا أو يعني يحقق أهدافه بتوقيته هو، ولكن إذا وقعت هذه الحرب رح نوقف متفرجين نتفرج عليهم، ولا رح نقاتل إلى آخر طلقة معنا. هذا اللي حيصير. الأمريكي لا يريد هذه الحرب ولا يريد التورط بحرب، لأنه بيعرف الحرب في لبنان يعني حرب في المنطقة، ولكن إذا وقعت هذه الحرب مش رح يساند الإسرائيليين، رح يتركهم لحالهم بنفس الإطار. نعم، الذي يعتمد عليه لبنان هو قوة المقاومة، قوة ردع المقاومة، لأنه الإسرائيلي يعلم ما تملكه المقاومة من قدرات. لما بنعمل هذه المقارنة مش من باب بيحصل في غزة أسطورة بكل المقاييس، إن كان بالمعنى المقاوم وإن كان بالمعنى الاجتماعي والصبر والصمود وكلها والتفاصيل، ولكن حد يعني بالمعايير العسكرية، وهذا بده دليل إنه ما يملكه حزب الله هو أضعاف مضاعفة
مما تملكه حماس في قطاع غزة لأسباب العلاقة بالجغرافيا وبالديموغرافيا والعلاقة بغزة محاصرة، لبنان غير محاصر، في خطوط إمداد تصل إلى طهران، وكل هذه المسألة والكم والعدد والنوع واللي بدك إياه. فهذا الجيش الفاشل في غزة، هذا الجيش المنهك في غزة، هذا الجيش المتعب في غزة، هذا جيش المرضى النفسيين حسب اعترافاتهم هن عم بيقولوا واحد من كل ثلاثة إسرائيليين مش بس جاي بالجيش يحتاج إلى علاج نفسي، هذا بيجي قاتل ويعمل حرب وحده في لبنان؟ كرمال هيك قال لهم السيد يا هلا ومرحب. فالمتكل الاتكال بعد الله على المقاومة، لا على الأمريكيين ولا على غير الأمريكيين. الأمريكيون هن اللي عم يديروا هذه الحرب بغزة. صح اليوم في تباين، هلا بنحكي عنه، لأنه هن فاصلين، الأمريكيين فاصلين، هن ما بدهم وقف إطلاق النار بغزة. وأساسا يعني عند بالمقرات اللبنانية وحتى بالتصريحات الأمريكية الرسمية من بيت الأبيض، من بايدن وغيره، من بلينكن، ما حدا بيقول وقف إطلاق النار بغزة. وبالتالي هن فاصلين الجبهتين. هل حزب الله ممكن أنه بيوم من الأيام أو بالمرحلة المقبلة أن يفصل هاتين الجبهتين بين لبنان وغزة؟ أكيد. لن تفصل هذه المسألة، مفرغ منها. هذا الكلام نقل عن زوار إزبري أمس، أنه هذا الكلام من ضمن يعني ما صار في موقف رسمي من الحكومة اللبنانية، لما الرئيس مئاتي تبنى هذا الموقف. ما في وحدة داخلية استاذ أنت كان حسن. في بحرب تموز كان في وحدة داخلية؟ ليش قبل الاحتلال، قبل التحرير كان في وحدة داخلية؟ بلا ما نضحك على بعض، في موقفين واضحين في لبنان، موقفان واضحان. في ناس مؤمنة بهذه المقاومة، مؤمنة بمشروع المقاومة، وفي ناس وهن قلة بالشارع. مين أكثر من يتصدى إذا بدك؟ هذا مش من جانب الكتائب والقوات بالدرجة الأولى كقيادات عم بحكي. وأيضا جبران باسيل بطريقة أو بأخرى، مش كل العالم بطريقة أو بأخرى، بالعكس هو عم بيقول لي فصل هذه الجبهة عن جبهة غزة. ليه بطريقة أو كل الناس أو لما أرى استطلاع الرأي اللي عمله معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهن بيقولوا بالدراسة أنه تفاجأوا بالأرقام، بس رح أنه 54% من الفلسطينيين، من العفوا 54% من المسيحيين يؤيدون المقاومة، أكثر متعاطفون مع حماس وبيعتبروا أن هذه معركة مشروعة. هل هذا الكلام، هذه المواقف من هؤلاء القادة الثلاثة تمثل حقيقة الشارع المسيحي؟ يعني أنا اللي بدي أقوله، الشارع السني اليوم وين؟ الشارع الدرزي وين؟ مع القضية الفلسطينية، مع هذه المعركة المفتوحة في جنوب لبنان. ما قاله الرئيس ميقاتي يعكس حقيقة النبض الشارع السني في لبنان، وما يقوله الوزير السابق وليد جملات يعكس حقيقة النبض الدرزي في لبنان، وأيضا هذه الدراسات تعكس حقيقة النبض المسيحي في لبنان. فهذه المسألة بلا هذه الرهانات وهذه النصائح أصلا صارت، يعني خلينا نشوف أيضا قادة مسيحيين آخرين، قادة رأي مسيحيون ماذا يقولون. أنا اللي بدي أقوله، الداخل اللبناني صح في بعض اللبنانيين عم يعطوا مادة للإسرائيليين ليقولوا أنه في انقسام على هذه المعركة، في انقسام على هذه الحرب. في صار بالتاريخ أنه في حدا عم بيهددك بشكل مباشر ويومي ودائم، وأصلا عم فاتح جبهة معك بالجنوب بجزء من بلدك، بتقول أنا بدي أعمل معه سلام.